نستكمل الديوانية مع الساعة القانونية في كل يوم أربعة. طلعنا الشباب إنزين الله يحفظهم بالقسم الأول، الحين ناخذ الساعة القانونية في كل يوم أربعة في برنامج الديوانية، وتواكبا حق أحداث الأحداث الأخيرة اللي قاعد تصير عندنا بالديرة وفي في موضوع الانتخابات، اليوم نستضيف وزارة الإعلام، وضيفنا من وزارة الإعلام الأستاذ فارس هزاع المطيري، رئيس قسم الرصد الإلكتروني في وزارة الإعلام. مساك الله بالخير أبو فهد. مساك الله بالنور. ساعة المباركة، شرفتنا اليوم. زيدني شرف طال عمرك أبو فهد. إحنا الحين قاعد نعيش أجواء انتخابية بالكويت، هذا الشيء يحط عبء على وزارة الإعلام في التحضير والتجهيز، سواء حق الناخب أو حق المرشحين. لكن إحنا اليوم نبي نوصل، أو في عندنا إعلام توعوي، نبي نوصل الرسالة حق الناس عن الخدمات الإخبارية اللي موجودة بتويتر وإنستغرام. هذه الخدمات الإخبارية شلون طريقة تفعيلها، أو شلون طريقة عملها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ في البداية أنا شاكركم على هذه الاستضافة. طبعا الحسابات الإخبارية أو الوسائل الإعلامية المختلفة، عملنا لهم لقاء في الأسبوع الماضي عن كيفية التعامل مع الخبر بشكل عام في وسائل الإعلام، إنه بحيث أنه ما يكون هناك إشاعات، لازم أن وسائل الإعلام شوية تحرى دقة في نشر معلوماتها أو أن تستصيغ أخبارها من مصادر رسمية. على ضوء هذا اللقاء المفتوح اللي تم الأسبوع الماضي مع وسائل الإعلام، كانت هناك مطالبات منهم أن تكون في مصدر أخبار موحد لوزارة الإعلام يبث أخبارها لكل هذه التلفزيونات أو الصحافة أو الحسابات الإخبارية، وتمت الموافقة على إنشاء مركز رصد وتوزيع الأخبار هذه. إن شاء الله هو الحين في صدد إنشاء وعمل كل الترتيبات الخاصة فيه. بعد ذلك بالنسبة لفترة الانتخابات، حاليا اليوم تختتم دورة تدريبية الخاصة في الحسابات الإخبارية للملاك والمدراء ومحررين الحسابات الإخبارية. عملنا لهم دورة تدريبية في كيفية التغطية المتميزة أثناء فترة الانتخابات على مدار 4 أيام. كان معنا أستاذ الإعلام من جامعة الكويت دكتور فواز العجمي مستشار وزير الإعلام، وكذلك الإعلام المتميز الدكتور بسام الجزاف. أبو فهد في عندي سؤال الحين، لما نسمع على قسم الرصد، شنو هو قسم الرصد في وزارة الإعلام؟ أول شيء طبعا خلينا نتكلم على قانون الإعلام الإلكتروني بشكل عام أكثر. أي. قانون الإعلام الإلكتروني صدر في رقم 8 على سنة 2016، صدر في سنة 2016، كانت في حاجة ملحة بصراحة أن لازم يكون هناك قانون ينظم هذه الحسابات وهذه الخدمات الإخبارية. أي. لأن حاليا العالم أصبح نفس قرية صغيرة، الخبر فيها ينتشر بسرعة كبيرة، يعني كذلك الإشاعة ممكن تنتشر خلال يمكن دقيقة واحدة تنتشر بالكويت. فصدر هذا القانون. القانون هو مو قانون رقابي أو أن سيف يسلط على رقاب الحسابات الإخبارية، لا بالعكس، وجهة القانون هذا ينظم العمليات الحسابات الإخبارية، من حيث عندنا 3 مراقبات. مراقبة اللي هي التراخيص، هذه تسهيل عملية إصدار ترخيص صاحب الصحيفة، يعني لازم يأخذ ترخيص أول شيء. بالضبط. يقدم أول شيء، يقدم على طلب. نعم، يقدم في قرارات معينة وفي شروط معينة. أي. إن الكويت الجنسية لا يقل عمره عن 21 سنة، لازم تكون شهادة لا تقل عن ثانوية عامة، تمام، ومن بعدها تكون الصحيفة الجنائية تكون سليمة، ومن بعدها نستكمل إجراءاتنا الثانية، هل الاسم مشابه في الصحافة أو القنوات التلفزيونية، ومتم تدخل لجنة وبعدها تكون في موافقة مبدئية على الموضوع هذا، كذلك إذا يكون في ضمان بنكي 500 دينار مدة 10 سنوات. مراقبة الرصد دورها تتابع هالحسابات الإخبارية،
إذا خالفت المحاذير المتواجدة في القانون اللي هي المادة 17 و اللي هي المساس بالذات الإلهية والأميرية. هذه المادة هذه موجودة في المادة 18 من قانون 8/2016، لكن احنا نستند على عدم الإخلال في القوانين اللي هي 19 و20 و21 اللي موجودة في قانون المطبوعات 3/2006. مثال أبو فهد لو تعطينا مثال على أساس أن المستمعين تتقرب الصورة عندنا. تمام، احنا مثلا عندنا على المالك او المدير المسؤول ان يكون ان يتحرى الدقه فيما ينشره في الحسابات الاخباريه. أي. انك انت ما تقدر ما تنشر اخبار مغلوطه او انك ما تاخذ اخبار من مصادر غير رسميه. شلون نعرف الاشاعه او هذا؟ اذا كان في نفي من جهه معينه ان الخبر هذا غير صحيح، نتخذ الاجراء اللازم فيه من حالته الى لجنه قانونيه ومن ثم تحلها الى نيابه الاعلام. نيابه الاعلام، هذا يفتح، يعني بكون معك صريح ابو فهد، يعني على الثوره التكنولوجيه اللي قاعد نشوفها والاخبار وكثره الحسابات الاخباريه، الناس قاعد تتداول اخبار وانت تدري بسرعة الخبر عندنا بالكويت ينتشر. فشنو دور وزارة الإعلام أو إدارة الرصد؟ هل دورها قبل ولا بعد يصير من انتشار الإشاعة؟ احنا حاليا احنا في إدارة النشر الإلكتروني ونمتلك فريق كامل للرصد على مدار 24 ساعة. 24 ساعة بالضبط، يعني في ناس قاعدة مجابلة لتويتر طالع الخدمات الإخبارية، وعندنا احصائيات، عندنا احصائيات منو اللي فعال منو غير فعال، ونتابعهم في جميع التطبيقات. وأساسا احنا شلون نتابعهم؟ عن طريق لما يقدم إغراراته يسجلنا شنو اليوزرات اللي يستخدمها. أيه. فهناك إحصائيات وعندنا تقارير يومية. أنا مثلا عندي فريق عمل اللي يقدم لي تقرير في نهاية اليوم إنه والله اليوم والله كانت أغلب المواضيع السياسية أو شيء الحسابات الإخبارية تكلمت عن موضوع كذي، فأنا أسلمها للمدير أو الوكيل على اساس انه ياخذ قرار فيها. اي احنا يكون عندنا ارشيف. أي. احنا يكون عندنا ارشيف انه والله الحسابات كان في اليوم هذا كان دورها وطني تتكلم عن المشاريع التنمويه، والله اليوم الفلان هي تتكلم عن الانتخابات. يعني فعندنا ارشيف كامل وعندنا متابعه على مدار 24 ساعه. تمام، انا بطلع فاصل سريع الحين وبرجع لك مره ثانيه، لان الموضوع هذا على قولتهم ذو شجن وفي اشياء وايد حابين نسالك عنها. رجعنا وياكم مستمعين 90.4 بالساعة القانونية في كل يوم أربعة من برنامج الديوانية، البرنامج الأثقل والأكبر على مستوى الإذاعة. ضيفي اليوم فارس هزاع العتيبي، رئيس قسم فارس هزاع المطيري، رئيس قسم الرصد في وزارة الإعلام. أبو فهد، كم خدمة أخبارية عندنا بالكويت؟ أنا ذاك اليوم قعدت أعد كذي صورة كانت بالسوشيال ميديا، وصلت 59 مايك كانوا محطوطين. اللي قدموا تقريبا يوصل الى 900. شنو 900؟ 900 خدمه اخباريه عندنا بالكويت. الترخيص اللي سموه ترخيص تقريبا 481. 481 ترخيص. ترخيص استلم ترخيصه. انزين، هذيلا كلهم قاعدين يعني قادرين ترصدونهم؟ احنا الحمد لله نفس ما قلت لك عندنا تقارير يوميه وعندنا احصائيات نعملها تقريبا كل 6 شهور. عندنا إحصائيات للحسابات الفعالة وغير فعالة. يعني الفعال حاليا إلى آخر إحصائية في شهر 7 كان عندنا 636 حساب فعال ما بين يومي وأسبوعي وشهري. 636 حساب فعال ما بين يومي. أي. وأسبوعي وشهري. يومي وشهري وأسبوعي. أي. أوكي. اللي غير فعال وصلنا إلى أكثر من 91-95 تقريبا الغير فعال. أوكي. أسباب مختلفة، يعني عدم استدلال عليه أو ممكن غير اليوزر أو غير البيانات الخاصة في الحساب. هني الوزارة شو تسوي إذا الحساب مو فعال؟ إذا الحساب مو فعال أو لم يتم الاستدلال عليه. أي. يصدر في قرار في سحب الترخيص في مدة معينة؟ 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور، نعم. أوكي. هذا يجرني شوي على سؤال أنا يعني ودي أسأله. يعني الخدمات الإخبارية بالفترة الأخيرة قاعد نطالع، وخصوصا فترة الانتخابات، تلاقيها تكتب أو تغرد بعضهم على يعني باتجاه معين، سواء على مرشح ولا على فئة. وزارة الإعلام شو تسوي بهالحالة هذه؟
طبعا احنا عندنا قرار قانون 143 على 2016 اللي ينظم التغطية الإعلامية أثناء فترة الانتخابات. أي. اللي هي مثلا يجب على الحسابات الإخبارية أو الخدمات الإخبارية أو الوسائل الإعلامية كلها مختلفة التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي. أوكي. تمام. ويعني هناك تتشكل لجنة خاصة في وزارة الإعلام مكلفة من مدراء القطاع لمتابعة هذه الوسائل الإعلامية من خلال فرق صغيرة تم فيها يعني تقديم فيها تقارير بعد متابعة هذه الوسائل الإعلامية. يعني هو احنا يعني بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات نفعل على طول قانون رقم 143 على 2016 الخاص في ضوابط وشروط التغطية الإعلامية أثناء فترة الانتخابات مجلسي الأمة والبلدي. الوزارة تتدخل بطريقة أو أخرى في مسألة الإعلانات حق الخدمات الإخبارية أو تسأل عن مصادرها ولا لا يعني ما لها علاقة؟ لا من يعني من حقه هو أنه يكون له مدخول تجاري. إذا أنا مثلا أملك حساب إخباري ووصلني مثلا إعلان ما أقدر أمنع، القانون ما منع هالشيء هذا. إذا بتسألني عن مصادر تمويل هذه الأموال إذا تدخل أي الخدمات الإخبارية، أنا قلت لك أن قانون الإعلام الإلكتروني هو قانون منظم وليس رقابي يمنع. أي. يعني في جهات ثانية ممكن تتابع مصادر التمويل اللي هي ممكن جهات ثانية أخرى، أنا ممكن تكون واحدة حريات الأموال، لكن الوزارة ما لها علاقة. لا 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 ما لها علاقة، إحنا قانون تنظيمي فقط. عدد الخدمات الإخبارية اللي عندنا بالكويت على التويتر أو الإنستغرام اللي تسكرت في أرقام معينة عندك؟ 50 اللي صدر فيها قرار بشهر 7. أي. 50 خدمة إخبارية تم سحب ترخيصها. طبعا الأسباب مختلفة، في ناس يقول والله أساس إشاعة أو لا، هو إذا فقد أحد شروط المادة رقم 8 من قانون 6 قانون 8 على 2006 اللي هي إذا فقد مثلا الجنسية الكويتية أو أن الصحيفة الجنائية صدر فيها مثلا حكم أو عدم الاستدلال على بيانات الحساب الإخباري أو أن يعني المدير المسؤول سقط شرط من الشروط هذا ولم يعين مدير مسؤول جديد عن الحساب الإخباري. وهذه تنطبق على سواء الخدمات الإخبارية أو الصحف التقليدية العادية اللي لا 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 لا، الصحف التقليدية لها قانون خاص فيها، الصحف الورقية لا لا، أنا أتكلم على الصحف الورقية اللي سوت لها حسابات بالسوشيال ميديا، هم هذا ينطبق عليها تعتبر كخدمة إخبارية ولا لا؟ أي لا، الصحف الورقية عندها ترخيص في قانون المطبوعات. صح، المطبوعات والنشر. المطبوعات والنشر. أي. لكن إذا صار عندها حساب بالسوشيال ميديا. يسوي يقدم لها ترخيص ثاني. أوكي. أي. فمعناتها هم هذه تندرج تحت الخدمات الإخبارية. بالضبط، بس مبني على ترخيص الأول. أي. يعني يصير عندها ترخيصين. وإذا فقد شرط من شروط قانون الإعلام الإلكتروني في الحساب الإخباري اللي يتبع. أي. الصحيفة يفقده عادي. أوكي. ويمارس شغله اللي في ويمارس الصحافة الورقية ما لها علاقة بالصحافة الإلكترونية. هذا مجال، هذا مجال. في أبو فهد، طريقة الرصد بوزارة الإعلام عندكم بالإدارة شلون تصير؟ احنا نتابع البروسس، الإجراء شلون يصير؟ يعني إذا شفتوا شيء مخالف احنا اذا في شيء مخالف، سواء احنا عندنا قسمين رصد وتفريق. أي. التفريق يتابع كل المحتويات اللي فيها فيديوهات وفيها صوتي، يعني فيديو او صوت، هذا يتم تفريغه وحفظه بارشيف. يعني مثلا اذا كان في والله ندوه وصار فيها كلام مخالف الاداب العامه او كلام مغلوط او ان فيها تعدي، يتم تسجيلها ورقيا. اي يتوجه طبعا البروسس يبدا من رئيس القسم الى المراقب الى المدير. أي. ان تم رصد مخالفة بناء على المادة هذه والمادة هذه، يرجى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ترفع إلى مدير الإدارة، مدير الإدارة يحيلها إلى لجنة قانونية تتبع مكتب الوكيل المساعد قطاع المطبوعات والنشر. اللجنة القانونية هذه تجتمع كل أسبوع، تجمع كل المخالفات القانونية اللي موجودة في قطاع المطبوعات والنشر، صحافة المطبوعات والنشر، من مرئي ومسموع ومن صحافة ومن إعلام إلكتروني، وبناء على قرارات اللجنة القانونية هذه تحيل لنا النيابة. قبل لا أختم القسم الأول، وشرفتنا بحضورك اليوم يا أبو فهد، شرف يا إبراهيم. كلمة أخيرة تحب توجهها حق الناس؟ يعني
بصراحة حاليا احنا دورنا كبير في الإعلام وقاعد نوجه رسائل توعية أكثر، خصوصا بعد الخطاب السامي لإلقاء سمو سيدي ولي العهد، إن ضرورة يعني تصحيح المسار الفترة القادمة، وضرورة إن الإعلام يكون له دور شوي تنموي، وإن يجب على الناس أن تتحرى الدقة في نقل معلوماتها وما تنشر الإشاعات. احنا دورنا يعني احنا أبوابنا كلها مفتوحة في وزارة الإعلام لكل وسائل الإعلام، ان اي معلومه تحاول تبي تتاكد منها احنا عندنا مصدر رسمي ننقل لك هالمعلومه هذه. بس شويه يعني ان عدم استعجال في نشر الاخبار هذه قد يكون فيها لها ضرر كبير على بعض الناس، ويعني هو يتحمل مسؤوليته في الاخير. ابو فهد، شرفت ونورت 90.4 وبرنامج الديوانيه والساعه القانونيه. شكرا جزيلا لك على حضورك وقبولك الدعوة. شرحت لنا أشياء أول مرة يعني تقريبا على مستوى شخصي أول مرة نسمعها، وإن شاء الله أصحاب الخدمات الإخبارية أو المستمعين يكونون استفادوا منها. اللي سمعنا على 90.4 بالساعة القانونية.